ده كان كل كلامنا عن بعثة النادي الأهلي. أيضا عايز برضو أروح للمنتخب الأولمبي قبل ما استقبل مستر بروكيتش. النهاردة عندنا حديث مهم جدا معاه، وكمان محضر فيديوهات وهيشرح إزاي الفترة القادمة في النادي الأهلي هتكون مع مستر بروكيتش وإزاي الفترة السابقة. لكن عايزين برضو نطمن حضراتكم عن منتخبنا الأولمبي قبل السفر. منتخب الأولمبي إن شاء الله بنتمنى له كل التوفيق، كابتن شوقي غريب وكل لاعبي المنتخب الأولمبي. النهاردة الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة النهاردة كان حاضر آخر تدريبة للمنتخب الأولمبي. النهاردة اداهم دعم ومساندة وكلمات مهمة النهاردة من الدكتور أشرف صبحي، يعني مؤازرة للمنتخب الأولمبي. المنتخب الأولمبي النهاردة الدكتور أشرف صبحي فكرهم ببطولة 23 اللي كانت موجودة في مصر وقدروا ياخدوا البطولة وقابلوا بلاء حسنا فيها. لكن عايز أقول برضو رسالة مهمة للاعب المنتخب الأولمبي، مهما اللعيب وصل من إمكانيات، مهما اللعيب وصل من بطولات وألقاب فردية وألقاب جماعية مع ناديك، لكن يبقى تحقيق ميدالية أولمبية أو إنجاز دولي بيبقى حاجة محفورة في التاريخ وحاجة محفورة في الذاكرة. شفنا بطولة كوبا أمريكا، شفنا المباراة النهائية البرازيل أمام الأرجنتين، شفنا ميسي أفضل لاعب كرة قدم في العالم، شفنا فرحته بعد تحقيق الميدالية الذهبية أو بعد ما كسب البطولة، شفتوا فرحة ميسي اللاعب اللي حصل على أفضل لاعب في العالم كذا مرة كانت إزاي، كانت مختلفة مع برشلونة رغم البطولات والإنجازات الكبيرة، فرحته مع منتخب بلاده بتكون مختلفة. علشان كده بوصل الرسالة هنا للاعبي المنتخب الأولمبي كل التوفيق ليكم. أكيد تحقيق ميدالية أولمبية في الأولمبياد ده هيكون إنجاز كبير ليكم وأيضا للكرة المصرية. وزي ما احنا شايفين دلوقتي الدكتور أشرف صبحي، ودي التقاط صورة جماعية مع كل أعضاء البعثة إن شاء الله اللي هتسافر، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، طبعا مع الكابتن شوقي غريب، مع اللاعبين، وحديث خاص دكتور أشرف صبحي مع الكابتن شوقي غريب اللي دايما كابتن شوقي غريب معودنا دايما يعني بيحقق إنجازات للكرة المصرية زي ما شفنا في 2001 مع المنتخب الشباب، أيضا مع الكابتن حسن شحاتة. إن شاء الله معاه جيل محترم بالرغم الصعوبات اللي هو هيواجهها. انك تقابل منتخب اسبانيا في البدايه ده شيء صعب مش سهل. منتخب اسبانيا عنده لعيبه كانت بتلعب في اليورو، ايضا فريق مرشح ان ياخد الاولمبياد، فضربه البدايه هي المهمه. كل التوفيق للكابتن شوقي غريب.